السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لأخواتي وبناتي وكل اللي متابعيني، وأهلا وسهلا بالأول مرة أشوف القناة وهيشترك فيها بإذن الله تعالى، قناة بكل سهولة وبساطة. ما تنسوش تدوسوا على الجرس ليصلكم كل جديد، وأنا بشكر طبعا كل اللي بيحبوني وبيتابعوني وبيدعموني، ألف ألف شكر ليكم، ويا رب دايما عند حسن ظنكم وتتابعوني دايما يا رب. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه للجلاش، جلاش بالمكسرات، وصفه حلوه بطريقه حلوه وشكلها حلو، وطريقه التقديم نفسها تبقى حلوه. معتادين ان باشكال كتيره في الجلاش، فهنشوف النهارده الشكل ده ويا رب يعجبكم ان شاء الله. هنقول بسم الله دي لفه الجلاش، وطبعا بالمكسرات، المكسرات معايا فول سوداني ومعايا زبيب ومعايا كمان جوز هند وزبيب ومعايا سمن مسيحية. دي لفة جلاش تقريبا 400 جرام، افردها اهي بالراحة. هو الجلاش بيبقى حساس شويتين بس بالراحة واحنا بنتعامل معاه. طبعا احنا فتحنا لفة الجلاش اهو زي ما احنا شايفين، هي طبعا مقسومة من النص، انا مش عارفة ليه، بس عادة والله بجيبه بالمنظر ده وبعمل بيه برضه. طبعا دلوقتي هي مخلوطة، انا هحط عليها الصينية اللي انا هعمل فيها، ده طبعا قلنا 400 جرام، والصينية دي مقاس 28 اهي، انا عايزة اقصها مدورة زي الصينية، فانا بالسكينة اهي احدد كده واقص. ودلوقتي بعد ما قصيت الجلاش على شكل دايره بالشكل ده، الصينيه اهي موجوده، انا دهنها سمنه اهي، السمنه دي سايحه طبعا. احط طبعا الجلاش اللي انا مقسماه مدوراه، زي ما انتم شايفين هو مقسوم من النص، بس مش هيعمل لنا اي اعاقه ولا حاجه، هاي ان شاء الله هتبقى زي الفل برضو، لان المشكله دي الناس كتيره بيعانوا منها. طبعا انا دهنة سمنه من تحت، فزي ما انتم شايفين هي طبعت في اول ورقه حطيتها، احط تاني ورقه وهي بالشكل ده برضو مقسومه. بس انا بقول لكم الموضوع ده مش هيبوظ الوصفه ولا حاجه، لان فعلا الناس كتير بتجيب الجلاش ده وتلاقيه مقطع كده، مش عارفه من ركنه عند في السوبر ماركت ولا مشكلته ايه بالظبط، مش عارفه، على اساس ان هو معمول من النشا اصلا وما بيبقاش متماسك جامد زي الرقاق ولا حاجه يعني. طبعا حطيت الطبقه دي، المفروض ان انا ادهن بين كل طبقه وطبقه سمن كده اهو بالشكل ده، يعني مش لازم يعني سمن تقيل قوي، هي الحلويات بتحب السمن، بس يعني اراعي ان انا هحط في كل الطبقات ان شاء الله. بالشكل ده انا حطيت الطبقه دي، واحط في الطبقه اللي بعديها برضو، ادي الطبقه الثالثه. انا دلوقتي حطيت نص ورق الجلاش بالتبادل كده مع بعض، طبقه الجلاش وعليها طبقه السمنه، وطبعا زي ما انتم شفتوا القطع اللي كان فيه ده بدلته، مره كان الناحيه دي ومره الناحيه دي، على اساس يطلع ايه شكله متناسق في الاخر، ما يبانش ان هو مقطع ولا حاجه. دي طبعا الحتت اللي طلعت لما عملنا دايره بالصينيه، مش هنرميها طبعا اهي بالشكل ده، وهنربط في نفس الوقت هنديها كده ايه نسقسقها بالسمنه كده اهي، كلها بالشكل ده اهي كده. طبعا حطينا طبعا الورق المقصقص الصغير ده زي ما انتم شايفين، وحطيت عليه سمنه كمان. احط بقى المكسرات اللي انا عايزاها، انا طبعا ما عندي قلت لكم ان في فول سوداني وفي جوز هند وزبيب، احط اهو، وكل واحد طبعا يحط المكسرات المتاحه ليه، بندق، لوز، كاجو، كل واحد وامكانياته. بس احنا عندنا في مصر هنا الفول السوداني من المكسرات المناسبه لينا هنا، طبعا الكاجو والصنوبر والعنجبه بيبقى في دول تانية بيبقى اسعاره مناسبه قوي وحلوه، فكل واحد يعمل اللي يناسبه. احط كمان جوز هند اهو، وطبعا برضو بالكميه اللي انت ترغبي فيها، وتشيلي مكون، تحطي مكون يعني براحتك خالص. معايا كمان زبيب، طبعا حطينا المكسرات اهو، نحط بقى طبق جلاش تانية زي ما عملنا بقى من في الاول، هنعمل بعد كده نحط طبقه ونحط عليها السمنه، والطبقه طبقه ورا طبقه بنفس الطريقه دي. كده خلصت لفه الجلاش كلها،
دلوقتي بقى انا زي ما انتوا شايفينها على الوش شكلها حلو، هي الورقة اهي يعتبر كاملة جزء كده وجزء كده، فمش باين ان هي كانت مقطعة ولا حاجة. بدهن السمنة اهي زي ما انتوا شايفين، طبعا هي كده تعتبر خدت كمية سمنة كويسة، لان بين كل ورقة وورقة سمن برضو. الشكل ده اقول بسم الله بقى واقطع اهي، اقطعها بالنص بالشكل ده. انا عملتها قطعتها بالشكل ده، مثلثات بالشكل ده. هحط لها كمان معلقه سمنه من على الوش كده وادخلها الفرن، ونرجع عشان نشوف بقى سواها عامل ازاي وقعدت قد ايه في الفرن. دلوقتي طبعا زي ما انتوا شايفين الجلاش لما طلع من الفرن، على فكرة هو شكله في الحقيقة احلى من الصورة طبعا. عايزة اقول لكم شكله روعة روعة جدا، بالتقسيمة المثلثات اللي انا عاملاها دي. طبعا دلوقتي المفروض ان هو سخن والشربات هيبقى بارد وتقيل، زي شربات الكنافة اللي عملناه مع بعض. الشربات عبارة عن 2 كوباية سكر وكوباية مية، عليهم عصرة ليمون، نسيبهم لما يغلوا وبعد كده ندفع عليهم. والمفروض ان هو يبقى بارد، والجلاش سخن المفروض ان هو هسقيه دلوقتي بيه. وزي ما قلت لكم ان مهم قوي ان هو يكون بارد، وشايفين هو تقيل ازاي اهو. دلوقتي انا سقيت الجلاش زي ما احنا شايفين، سيبه شوية كده يتشرب منه. طبعا عايزين نحط له طبعا فول سوداني ماشي، لو عندك فستق بقى حلبي، الحاجات الخضراء الحاجات اللي شكلها فخم دي بيبقى شكلها حلو جدا. بس انا قلت لكم ان احنا بنستعمل الحاجات المتاحة لينا اهي. انا كمان هستعمل جوز هند عشان انا بحبه جدا، انا من عشقي جوز الهند، بحبه كل انواع، بحب ادخله في حلويات كتير. والفول السوداني روعة روعة جدا، انا بحب اعمل الحاجات البسيطة، ما بحبش انقي لا غالي واعمل منه. وزي ما قلت ان طبعا كل بلد بيبقى فيها الحاجة بتاعتها متوفرة، في ناس عندهم يعني السوريين مثلا عندهم تقريبا الفستق الحلبي ده حاجة بالنسبة لهم زي الفول السوداني عندنا، دي ارخص حاجة بالنسبة لهم يعني. طبعا السوا بتاعها يعني يعتبر الجلاش ده ما بياخدش سوا، يا دوبك حطيته على الشبكة ولعت أرضية الفرن، فقعد تقريبا ربع ساعة. بس على فكرة قبل الربع ساعة بصي عليه، لأن في أفران بتبقى حامية قوي، أنا كده الدرجة اللي عندي أعلى حاجة. أنا الفرن بتاعي مش بدرجات، أنا عليته على أعلى حاجة، وأنا عندي غاز طبيعي أهو، ده أعلى حاجة في الفرن. فخد ربع ساعة على الشبكة كده، لقيت الأحرف بتاعته استوت كده وما لقيتوش هو أحمر، فأنا خفت طبعا على القعر بتاع الصينية من تحت إن هو يتحرق، فروحت طافية الفرن من تحت وولعت الشواية، خد لي اللون الجميل ده، وما خدش 5 دقايق من على الشواية، لأن الشواية دي الجلاش ده بيحمر بسرعه، والشوايه احنا عارفين يا دوبك انت تديها ظهرك تحرق لك الحاجه، فخليكي واقفه جنبيها لغايه ما تحمر تاخد اللون الذهبي الجميل، واطفي عليها واسقيها بالشربات على طول. بكده الوصفه بتاعت الجلاش تكون خلصت، وبتمنى تنول اعجابكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو في اي سؤال اكتبوه في التعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.